لا تنزعج عما يقال وما يثار. فالمؤمنون الواثقون بربهم لا يعرفون اليأس أو لفظ المحزن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. تعالوا نجدد نيتنا ونبني حياتنا ونبني نفسنا بالابتسامة. تعالوا نبني نفسنا فعلا بالابتسامة. الابتسامة قدام الدنيا اللي فعلا فيها مشاكل كتير، فيها صعوبات كتير، فيها معوقات كتير، فيها مطبات زي شوارعنا الموجودة في مصر، كتير مطبات بصراحة. ما فيش شارع تلاقيه كده من أوله لآخره يعني ما شاء الله ممهد تماما، ما فيهوش ولا مطب. لازم تلاقي فيه مطب، حتى لو كان طريق المطار بقى حتى كله مطبات. زمان زمان كنا بنقعد نفكر بعضنا كده بشارع واحد بس ما فيهوش ولا مطب، تمشي فيه العربية وتحط فيها الكوباية بتاعة الشاي ولا المية ولا الحاجة الساعة وما تقعش أو ما تتهزش. ما لقيناش. أتاري تقريبا القصة مش في شوارعنا، ده القصة في هذه الحياة اللي ربنا جعلنا فيها مستخلفين لنعمرها، وإحنا برضو في كتير مننا مش فاهمين، كتير مستعجلين، كتير بيواجهوا الحياة ومش واخدين بالهم إن ربنا قال لنا ولقد خلقنا الإنسان في كبد. عندنا مشاكل ومحن وشدائد ومصاعب بنواجهها في حياتنا، بنواجه مصاعب كتيرة في رحيل أحبة، في رحيل ناس قريبين من قلبنا. في البعض بيسافر والبعض بيهاجر والبعض ينتقل من دار إلى دار. ربنا ما يكتبش علينا مواجهة المصاعب إلا برضا بقدره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه كثير من المحن والمصاعب، لكن كان بيعلمنا تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكان يبتسم للمصاعب، وكان يرى دائما مبتسما متبسما صاحب وجه ما شاء الله منور. دنيا بنعيشها بألمها، دنيا ما فيهاش حاجة لا نهائية، كل حاجة فيها لها نهاية. وزي ما شفنا أن لكل ظالم نهاية ولكل صاحب جبروت نهاية، إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، سبحانه الخالق. نتكلم عن العبيد والمخلوقات. كتير مننا للأسف بيفقدوا الأمل بسرعة وما يعرفوش إن ربنا قال لنا إنه لا ييأس من روح الله إلا ربنا يعافينا القوم الكافرون. وآية تانية، القوم الفاسقون. ربنا ما يجعلناش لا فاسقين ولا يجعلنا كافرين. محتاجين نفهم كويس قوي إن الدنيا ممكن تعاندنا وممكن يبقى عندنا كتير من المشاكل، كتير من المصاعب، كتير من التحديات، لكن مع كل دوت عايزين نتعلم نبني نفسنا بالابتسامة. ابتسامة عند فراق الأحبة، ابتسامة بقبول بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، ابتسامة عند الألم، ابتسامة عند نهاية كل مشوار بدأناه، الابتسامة حتى لا نفقد الأمل، الابتسامة حتى لا تعاندنا الحياة، الابتسامة حتى إن ظنينا إن الحظ تخلى عنا فإحنا نسير من قدر الله إلى قدر الله، الابتسامة حتى إن فقدنا ما نحب أو من نحب، الابتسامة اللي بنبني بيها حياتنا صح، الابتسامة اللي بتدعونا للتفاؤل، الابتسامة اللي بتجعلنا في حياتنا ما شاء الله راضيين بكل ما يقدره الله سبحانه وتعالى لنا. ابتسامة صدقة نتصدق بها على أنفسنا ولأنفسنا. تعالوا نتعلم الابتسامة وإحنا بنبني نفسنا ابتسامة صح لوجه الله سبحانه وتعالى، نبني بها نفسنا ونبني بها حياتنا. زمان قالوا المصري خفيف الظل، دمه خفيف مبتسم دايما. تعالوا نرجع الابتسامة لكل المصريين ولكل العرب ولكل المسلمين، حتى تكون الابتسامة ما شاء الله ظاهرة عالمية على ظهر الكرة الأرضية. تعالوا نبتسم ونبني نفسنا صح.
مؤمنون الواثقون بربهم لا يعرفون اليأس أو لفظ المحال. انهض كما نهض الأوائل واثقا حاول وأبشر إن لله الكمال. حاول وأبشر إن لله الكمال. نبتسم واحنا بنبني نفسنا او نبني نفسنا بالابتسامة حتى عند الصعاب. عايزين نتعلم بعد كل دمعة بسمة. والله لما انا اتذكر في اشد المواقف واصعب المواقف عند فراق الاحبة والواحد فعلا بيبكي من قلب، لان كلنا بشر وكلنا بنتعرض للالام وكلنا بنتعرض للمحن، لكن سبحان الله بتبقى فيه حتة كده منورة جوه القلب بتدعو البني آدم إن في الآخر يبتسم. ربنا يجعلنا من أهل الابتسامة والإيمان. تعالوا نتعلم من الصعاب إن بعد كل دمعة بسمة، وبعد كل فراق لقاء، وبعد كل فشل تحدي بيوصلنا للنجاح. تعالوا نقدر قيمة الراحة عشان وقت هيبقى صعب. تعالوا نخلي الحياة أو اللي مش فاهمين بجد يخجلوا لما نبتسم لمصاعب الحياة. تعالوا نتخيل كده واحنا بنشوف كتير مننا، كتير ربنا يعافينا، بيبقى عندهم ناس ممكن ربنا يعافينا ويعافيكم ممكن يشمتوا فيهم عايزينهم يقعوا. شفنا الكلام ده قبل الانتخابات في الرئاسة وبعد وصول الإسلاميين للرئاسة وبعد وصول ناس لهم فكر، حد تاني كان نفسه يفشل وكتير مننا وقعوا. لكن ربنا ما يكتبش علينا لو تخيلنا نفسنا وقعنا، وبعد ما وقعنا قمنا وابتسمنا وعدلنا هدومنا وبدأنا نتقوى ونعرف مكان الوقعة فين، مكان الحفرة فين. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والمؤمن كيس فطن. المؤمن فاهم الدنيا كويس، فاهم وواعي وشاف وعرف. لقد كان في قصصهم عبرة لولي الألباب. شفنا قد ايه كانت في محن عند النبي صلى الله عليه واله، مر بيها في مكه 13 سنه، بيعذبوا النبي، بيعذبوا الصحابه، بيقتلوا حملت كلام الله سبحانه وتعالى. وبالرغم من كده نشر الله سبحانه وتعالى دينه ونصرهم، ورجع النبي صلى الله عليه واله فتح مكه بعد 8 سنين فاتح مبتسم، لكنه كان بالرغم من انتصاره منكسر لله سبحانه وتعالى، متواضع لله سبحانه وتعالى، لكنه لم يفقد الابتسامة اللي بتدينا أمل. ابني نفسك بالابتسامة والأمل اللي بيصاحبه عمل. العمل والأمل والابتسامة مناهج حياتية جاية من المناهج الربانية اللي بنشوفها عند الصالحين، اللي بنشوفها لما تقع ناس وتقوم تقف تاني، اللي بنشوفها لما يتهيأ لنا ان خلاص الموضوع خلص وفقدنا الامل، وربنا يرسل من عنده جنوده ليرفعوا راية الحق عالية خفاقة. ابني نفسك وانت مبتسم، وما تخليش الحمار احسن منك. الحمار اللي ذكرته كتير جدا في كتب بتاعتي وذكرته كتير جدا في البرامج بتاعتي، واللي ذكروا قبل مني الحكماء، واللي ذكروا قبل مني الناس اللي فاهمة صح قوي، يعني ايه حمار وقع في بير وصاحبه ما بقاش عارف يعمل حاجة عشان يطلعه من البير، فقرر ان يدفنه جوه البير هو واهل المدينة، هو كل الناس اللي شافوا ان الحكمة هي قتل هذا الحمار داخل هذا البير، واللي بدأوا فعلا يردموا البير بكل حاجة موجودة عندهم ما همش عايزينها، بكل حاجة من المخلفات عايزين يتخلصوا منها، وبدأوا يرموها في البير وكلنا عارفين القصة. لكن الحمار كان مبتسم لكل حاجة بتترمي على ظهره، لأنه كان بياخدها من ظهره بهزة بسيطة يحطها تحت رجله عشان يعلى وهو مبتسم. واللي فاجئ كل البني أدمين إنه بعد يوم ولا اتنين ولا تلاتة بكتر حجم القاذورات والمهملات والمخلفات اللي البني أدمين بيرموها على ظهر الحمار بتبقى هي مصادر القوة والرفعة لهذا الحمار اللي علي بيها جوه البير وخلى البير يتردم تحته مش فوقيه، فقدر يتجاوز المصاعب ويطلع يجري جوه القرية. اللي كان شايفه ولد صغير
اللي قال لهم هطلع النخلة جيب بلح قالوا له ما تقدرش، وبدأوا يحدفوه بالطوب ويحدفوه برضو بالمخلفات والمهملات. واللي خد كل الطوب وحطه عند النخلة عشان يعملها سلم يطلع بيه يقطف الثمرة، الثمرة بالبسمة قدام الموقف الصعب بتخلي كل محنة منحة وكل مواجهة إن شاء الله بعدها نصر مبين نوصل بيه نبني نفسنا بالابتسامة، وإن شاء الله دايما مبتسمين متفائلين منسجمين مع هذه الفطرة الربانية عشان نصل للسعادة. وبالله عليكم لا تنسونا من دعاء في ركعتين تهجد كل ليلة، يا رب كلنا نبقى سعدة مبتسمين. ونراكم بألف خير، والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته. قم وابني نفسك بالعزيمة والحلال والحلال، ابدأ بنفسك واستشر خير الرجال خير الرجال، وعمد إلى روح الفريق محاورا، لا تنزعج عما يقال وما يثار، فالمؤمنون الواثقون بربهم لا يعرفون اليأس أو لفظ المحال، انهض كما نهض الأوائل واثقا، حاول وأبشر إن لله الكمال، حاول وأبشر.